دخلت في الصلاة والإمام راكع، فكبرت تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع دون أن أقرأ دعاء الافتتاح، خشية أن يرفع من الركوع وخشية أن تفوتني الركعة. فهل تغني تكبيرة واحدة والحال ما ذكرت أم لا بد من تكبيرتين؟ جزاكم الله خيرا. من جاء والإمام في الركوع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قبل أن ينحني، لأن تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون في حالة الوقوف، ثم ينحني للركوع إن شاء بتكبير آخر فهو سنة، وإن شاء أن يقتضي بتكبيرة الإحرام فلا بأس. تكبيرة الركوع في هذه الحالة ليست واجبة بل هي سنة، أما تكبيرة الركوع في غير هذه الحالة فإنها من واجبات الصلاة. وأما الاستفتاح فليس له محل هنا، لا أن الاستفتاح سنة، الاستفتاح سنة وليس له محل هنا، لأنه لا يمكنه أن يؤدي الفتاح ويدرك الركوع، لأن قراءة الفاتحة تسقط عنه في هذه الحالة، وهي ركن من أركان الصلاة. حتى عند من يقول بوجوبها على المأموم غالبهم يستثني هذه الحالة ويقول تسقط عنه قراءة الفاتحة لأجل إدراك الركوع. جزاكم الله خيرا.